بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 47. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث أن المرأة لا تزوج إلا برضاها، ولا تجبر على الزواج بمن لا تريده، سواء كانت بكراً لم يسبق لها أن تزوجت، أو كانت أيماً، أي سبق لها الزواج وطلقت، أو فارقت زوجها بأي نوع من أنواع الفرقة. قالوا: المرأة على ثلاثة أصناف. الصنف الأول: المرأة التي ليس لها إذن، وهي الصغيرة، ليس لها إذن ولا تدري، فهذه يختار لها أبوها من يصلح لها، لأنه أمين عليها، فيختار لها من يصلح لها ويزوجها منه، لأنها ليس لها إذن ولا تعرف. وذلك مثل تزويج أبي بكر رضي الله عنه لعائشة وهي بنت 6 سنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد زوجها له وهي بنت 6 سنين، وهذه لا إذن لها، ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 9 سنين. الصنف الثاني: البالغة، البكر البالغة العاقلة، فهذه لا بد من استئذانها، أي طلب إذنها، فتخبر بأن فلانا يخطبها وهو يصلح لها ويوصف لها بما يرغبها فيه. لكن لما كانت الصغيرة أو البكر تستحي، جعل النبي صلى الله عليه وسلم إذنها أن تسكت ولا تعترض، فإذا سكتت فهذا دليل رضاها، لأنها تستحي أن تقول نعم أو أريده، فإذا سكتت فهذا دليل على رضاها، إذنها أن تسكت، لأنها لو كانت لا تريده لقالت لا، إذا كانت تريده فإنها تستحي أن تقول أريده، فيكفي أن تسكت. وفي الحديث الآخر: إذنها صماتها. هذا بالنسبة للبكر البالغة العاقلة. أما بالنسبة للأيم، وهي التي سبق لها أن تزوجت ويقال لها الثيب، فهذه لا بد أن تصرح برضاها، وأن تأمر من يعقد لها، تستأمر يعني يطلب أمرها، لأنها عرفت مصالحها وعرفت وذهب عنها الحياء الذي هو الخجل، أما الحياء الذي هو الخلق الطيب هذا لا يذهب عن المسلم، وهو شعبة من شعب الإيمان، لكن المراد حياء الخجل، هذه قد ذهب عنها حياء الخجل الذي يمنعها أن تقول أريده أو زوجوني إياه،
فهذا الحديث فيه كما ذكرنا فيه أن المرأة التي لها إذن ولها اختيار أنها لا تزوج إلا برضاها، إما بالسكوت إن كانت بكرا، وإما بالتصريح بطلب الزواج والموافقة إن كانت ثيبا أو أيما. فلو زوجت بغير رضاها فلها الخيار، لا نقول إن النكاح باطل، لكن نقول لها الخيار بعد العقد، إن شاءت أمضته وإن شاءت فسخته دفعا للضرر عنها. وبناء على ذلك فإن الذين يجبرون النساء على الزواج وهن بالغات عاقلات ليس لهم الحق في ذلك، أو يجبرونهن على الزواج بأناس معينين من بني عمها، وهو ما يسمى بالتحجير عند البادية، يقولون لا نزوجك إلا ابن عمك. وابن عمها أيضا يهدد لو تزوجت بغيره، وربما يحصل قتل. فهذا من أمور الجاهلية، هذا من أمور الجاهلية ومن الظلم للنساء. ولذلك صدر القرار من هيئة كبار العلماء قديما وحديثا في منع التحجير وتأديب من يفعل ذلك، لأن هذا ظلم حرام. نعم. أحسن الله إليك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير الزبير أحسن الله إليك فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير نعم أحسن الله إليك وإنما معه مثل هدبة الثوب هدبة الثوب نعم وإنما معه مثل هدبة الثوب هدبة أحسن الله إليك وإنما معه مثل هدبة الثوب نعم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا الحديث فيه أن زوجة رفاعة القرظي، قرظي نسبة إلى بني قريظة من اليهود، وكان قد أسلم، حسن إسلامه ممن أسلم من اليهود، مثل عطية القرظي ومثل عبد الله بن سلام، فقد أسلم منهم من أسلم وحسن إسلامه، مثل كعب الأحبار وهمام بن منبه وغيره من أحبار اليهود الذين أسلموا وحسن إسلامهم. فجاءت زوجته، زوجة رفاعة القرظي، وكان قد بت طلاقها، يعني طلقها طلاقا ثلاثا، في رواية طلقها آخر ثلاث تطليقات. ومعلوم من القرآن الكريم أنه إذا بانت منه بالطلاق الثلاث فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، قال تعالى: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمراد بالنكاح الوطئ ليس العقد، بدليل هذا الحديث. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أن المراد بتنكح زوجا غيره يعني يطأها بعقد صحيح، ولا يكفي مجرد
العقد لا يحلها للأول. وقالت إن عبد الرحمن بن الزبير الذي تزوجها بعد رفاعة ليس معه آلة، ضعيف الشاوة أو ضعيف الآلة، فلم يصل إليها، لم يصل إليها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم صلى الله عليه وسلم من كلامها، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتبسطه مع أصحابه ومع السائلين. تبسم عليه الصلاة والسلام، وكان ضحكه عليه الصلاة والسلام التبسم ولا يقهقه الضحك، بل كان إذا بالغ في التبسم بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، حتى بدت، يقولون حتى بدت نواجذه، هذا أشد ما يكون من ضحكه صلى الله عليه وسلم. أما القهقه والصوت فهذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب. إذا ضحك الإنسان فلا يبالغ بالضحك والقهقه حتى يسمع له صوتا مزعجا. تبسم صلى الله عليه وسلم من جرأتها، من جرأتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن خالد بن سعيد رضي الله عنه استنكر هذا وقال: يا أبا بكر، وكان حاضرا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا تسمع ما تقول هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا استنكار منه لقولها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها، لأنها صاحبة حاجة تسأل، صاحبة حاجة وتسأل. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، لأنها اعترفت أنه لم يصل إليها، لم يطأها، اعترفت أن زوجها الثاني لم يصل إليها، وما دام لم يصل إليها فإنها لا تحل للأول. تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. ثم بين السبب فقال: حتى تذوقي عسيلته، تصغير عسلة، ويذوق عسيلتك، يعني لذة الجماع، مراد بالعسيلة لذة الجماع، وذلك بالإيلاج، سواء أنزل أو لم ينزل، إذا أولج فقد ذاق عسيلته وذاقت عسيلته، سواء أولج أو لم يولج، فإذا لم يولج فإنها لا تحل للأول. فيكون هذا تفسيرا لقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، أن المراد بالنكاح الوطئ وليس مجرد العقد. فدل هذا الحديث على مسائل: فيه أنه لا بأس أن السائل يتكلم بما قد يستحيا من ذكره للحاجة، يتكلم بما قد يستحيا من ذكره إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ثانيا، فيه الرجوع إلى أهل العلم، فإن هذه المرأة رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن حكم عودتها إلى زوجها الأول، ولم تعتمد على فهم الناس أو قول الناس، بل رجعت إلى المعين الأصل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي لمن عنده سؤال أن يرجع إلى أهل العلم، ولا يرجع إلى كلام الناس أو فتاوى الناس الذين ليسوا أهلا للفتوى. وفي الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تتزوج بآخر بعده زواج رغبة لا زواج تحليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار، فلا يجوز أن يتخذ حيلة فتتزوج زوجا تريد به أن يحللها للأول،
بل لا بد أن، فإذا فعلت لم تحل للأول ولو وطئها، لا تحل للأول حتى يكون الزواج زواج رغبة، وأن يتركها ويطلقها رغبة عنها، ما يطلقها علشان الأول بل لأنه ليس له فيها رغبة. هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة المهمة التي قد يتلاعب فيها كثير من الناس. وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي العقد بل لا بد من الوطئ بعد العقد، فلو طلقها بعد العقد قبل أن يطأها فإنها لا تحل للأول لأنه لم يحصل الشرط، لأنه لم يحصل الشرط المقصود بالآية حتى تنكح زوجا غيره. نعم. وفيه أنه مطلوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأدب مع أهل العلم، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذكر شيء مما يستحيا منه لأجل البيان لا من أجل تنقص المفتي أو العالم، وإنما من أجل البيان فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله سبحانه وتعالى أوجب العدل في القسم بين الزوجات بأن يبيت عند كل واحدة ليلة، يبيت عند كل واحدة ليلة، هذا حقها، هذا من حقها، فهو يعدل في القسم ويعدل في المبيت، القسم هو المبيت، يعدل في القسم ويعدل في النفقة ويعدل في السكنة ويعدل في الكسوة، يعدل بين نسائه في هذه الأمور، ولا يجوز له أن يميل مع إحداهن ولو كان يحبها، فإن حبه لها لا يجيز له أن يحيف معها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حبا شديدا، ولكنه لم يحف معها عليه الصلاة والسلام، بل كان يعتبرها كسائر نسائه في القسمة. هذا هو الأصل في هذا الباب، وهذا هو العدل المطلوب والواجب. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إن خفتم ألا تقوموا بالعدل في القسمة والعدل في النفقة والعدل في السكنة والعدل في الكسوة فاقتصروا على واحدة أو ما ملكت أيمانكم من الإماء، من التسري بملك اليمين، فالتسري بملك اليمين ليس له حد. أما الحرائر فلا بد أن يتقيد بأربع فأقل، أربع حرائر فأقل، ولا بد أن يعدل بينهن في هذه الأمور. أما العدل الذي لا يستطاع فهو عدل المحبة في القلب، فهذا لا يستطاع. قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، يعني في الحب، ولو حرصت فلا تميلوا كل الميل. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجات فمال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل. هذا الميل في الأمور التي يستطيع العدل فيها. فإذا تزوج الرجل امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة، إذا تزوج امرأة جديدة وعنده قبلها امرأة أو أكثر، فإن كانت الزوجة الجديدة بكرا أقام عندها سبعة أيام متوالية، هذا حق لها من أجل إيناسها، من أجل إيناسها وإذهاب
ما يكون عندها من الوحشة، لأنها جاءت إلى بيت جديد وإلى أسرة جديدة، يكون وجاءت من أهلها، يكون عندها نوع من الاستغراب، فيقيم عندها إلى أن تطمئن ويزول عنها الاستيحاش 7 أيام، ثم يقسم بين نسائه بعد 7. وإن كانت ثيباً، يعني سبق لها أن تزوجت، فإنه يقيم عندها 3 ليال، ثم يقسم بين نسائه. وذلك لأن الثيب عندها طمأنينة أكثر من البكر، فلا تحتاج إلى 7 أيام، فيكفيها 3 أيام، ثم يقسم بين نسائه بما فيهن الجديدة بالعدل في المبيت. نعم. وهذا في باب العشرة، هذا الحديث يكون من باب عشرة النساء. نعم. قال أبو قلابة، الله جل وعلا يقول: وعاشروهن بالمعروف. نعم. أحسن الله إليك. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت. أبو قلابة تابعي، وهو روى عن أنس رضي الله عنه، يقول له، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي. قوله من السنة، أو الأنس من السنة، يكفي، لأن الصحابي إذا قال من السنة كذا فهذا له حكم الرفع عند المحدثين، له حكم الرفع عند المحدثين، من السنة كذا، أو كنا نؤمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو ننهى عن كذا، فهذا له حكم الرفع. ولكن مراد أبي قلابة أنه لو شاء لقال إن أنسا رفعه صريحا، رفعا صريحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنه مرفوع حكما فهذا معلوم عند المحدثين، أن قوله من السنة يكفي. نعم. أحسن الله إليك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. لم يضره الشيطان أبدا. نعم. وهذا أيضا في العشرة بين الزوجين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، كناية عن الجماع، أن يأتي أهله قال: بسم الله، يبدأ ببسم الله. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم فائدة ذلك، وأنه لو قدر بينهما مولود لا يضره الشيطان، لأن بسم الله تطرد الشيطان، ذكر الله يطرد الشيطان عن المولود، فلا يضره، لا يضره في بدنه بأن يخبله أو يخل بعقله أو يمسه، ولا يضره في دينه، لا يضره في دينه بأن يلقي عليه الوساوس والشكوك، لأن بسم الله تطرده عن المولود. فهذا الحديث فيه أنه يستحب عندما يريد الرجل أهله أن يقول بسم الله، لأن بسم الله ذكر لله يبدأ به في الأمور المهمة. وجاء في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، في رواية فهو أجذم، أي ناقص البركة. ففيه أنه يبدأ ببسم الله في الأمور المهمة، ومنها اتصال الرجل بأهله. وفيه فائدة ذكر التسمية عند الجماع، وأن لها فائدة عظيمة، أنها تطرد الشيطان عن المولود فلا يضره. وفيه أن الوالد يعمل الأسباب، أن الوالد يعمل الأسباب الجالبة لصلاح الولد، فهذا فيه الاهتمام
بصلاح الأولاد. صلاح الأولاد له أسباب، منها أنه عند البداية يقول بسم الله، عند بداية الوضع يقول بسم الله، لأن المقصود بالوضع هو الإنجاب والنسل، ليس قضاء الشهوة فقط، بل المقصود الأعظم هو الإنجاب وحصول النسل. والمسلم عضو في المجتمع الإسلامي، وأولاده يكونون أعضاء في المجتمع الإسلامي، فيعتني بهم وبتربيتهم وإصلاحهم، فيتفطن الإنسان لهذه الأمور. نعم. أحسن الله إليك. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. نعم. لما كانت المرأة تنتقل من بيت أهلها ومحارمها إلى بيت جديد وأسرة جديدة، يكون فيها رجال من غير محارمها، من غير محارمها، وهم أقارب الزوج. الحمو قريب الزوج غير المحرم، أما قريب الزوج المحرم كأبيه أو ابنه، فهؤلاء محارم للمرأة، يجوز لهم أن يدخلوا على زوجة أبيهم وأن تسافر معهم، ويجوز لها أن تسافر مع أبي زوجها وأن تجلس عنده، لأنه محرم لها. لكن غير المحارم من أقارب الزوج، هذا هو الحمو. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم، هذا تحذير، تحذير شديد، إياكم والدخول على النساء، دخول على النساء اللاتي لسنا من محارمكم، لما في ذلك من الفتنة، وقد يدخل عليها وهي غير متحجبة أو على حالة لا ترغب أن يدخل عليها فيها، تحصل الفتنة. ولا يقول أنا من أهل البيت أو أنا قريب من الزوج. ولهذا لما قال إياكم والدخول على النساء، هذا عموما نهي عام، دخول على النساء والخلوة بهن عموما. فسئل صلى الله عليه وسلم عن الحموي، فقال: الحمو الموت، يعني أن خطره أشد، لأنه يتساهل معه ويكثر دخوله واختلاطه، فخطره أشد من خطر غير الحمو. فهذا فيه دليل على وجوب، دليل على تحريم خلوة المرأة مع الرجل الذي ليس من محارمها، سواء في بيت أو في بر أو في مكتب أو في سيارة أو غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وما ظنكم إذا كان الثالث الشيطان؟ فإنه سيزين لهما الفاحشة ويقرب بعضهما من بعض حتى يقعا في الفاحشة. الشيطان هو السمسار للفاحشة، وهو القواد، هو القواد للفواحش. فينتهز خلوة الرجل مع امرأة لا تحل له. فكيف بالذين يقولون الآن إن المرأة لا يشترط لها، يجوز لها أن تخلو مع الرجل، ويجوز أن تسافر بدون محرم، ولا ويجوز لها أن تخلع الحجاب إلى غير ذلك مما ينادون به. قطع الله ألسنتهم وأراح المسلمين منهم، فإنهم الآن على قدم وساق في تخليص المرأة من الأحكام الشرعية، وجعلها مثل المرأة الغربية الكافرة. ولكن لا أتم الله لهم مقصودهم، وردهم في غيظهم وكبتهم وأخزاهم، فهم الآن كما تعلمون في حملة شعواء، يريدون أن يخلصوا المرأة من الأحكام الشرعية، ويسمون هذا التحرير.
حرية المرأة، بل هذا هو عين الرق، الرق للشهوة. أما تقيدها بالأحكام الشرعية فهذا هو الحرية الذي يخلصها من الرق، من رق الشهوة ورق شياطين الإنس والجن. هذا هو الحرية في الحقيقة، أنها تتحرر من دعاة السوء ومن دعاة الضلال. أما إذا خلعت الحجاب وخلعت الضوابط الشرعية فإنها تكون رقيقة للشيطان، لشياطين الإنس والجن، كما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. هذا مقصوده. وفيه رد على الذين يقولون إن المرأة تصافح أخا زوجها وعمه ولا تحتجب عنهم لأنهم أقارب الزوج، وقد يقع هذا كثيرا ويسألون عنه كثيرا، والنساء المساكين يضغط عليهن حتى من قبل زوجها، يضغط عليها يقول: لا تحتجبي عن أخي، عن ابن أخي، عن عمي، عن خالي، لا تحتجبي، ينكر عليها هذا، والجهال ينكرون عليها. فهذا فيه رد لهذه الجريمة النكراء، وأن المرأة تتحجب من أقارب زوجها إلا من كان منهم من محارمها كأبيه أو ابنه، ومن عداهم فإن خطرهم أشد من خطر الأجنبي، لأن الأجنبي قد لا يأتي إلا نادراً ويأتي خلسة إذا أراد شراً، أما هذا فدائماً يدخل ويخرج ويخالط، فخطره أشد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألحم الموت. ولهذا شرع الاستئذان عند الدخول، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تستأنسوا يعني من الإنس، بأن تحادثوا من بداخل البيت ولا تهجموا عليه هجوما موحشا، بل يكون دخولا فيه أنس وعن اتفاق وعن مقدمة، لا هجوم ومباغتة. تستأنسوا ولا يكفي أيضا وتسلموا على أهلها، لئلا يظنوا أنكم سراقة وأنكم أهل اعتداء وأهل هجوم، فإذا سلمتم فإن هذا يؤمنهم، يؤمن أهل البيت. تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فالدخول على البيوت لا بد من الاستئذان، ولا بد من أن يؤذن له بالدخول. والاستئذان ثلاث: فإن أذن لكم وإلا فارجعوا، والله جل وعلا يقول: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فهذه الأمور، البيوت لها حرمة ولها مكانة، والحرمات والنساء لهن مكانة وحرمة لا ينبغي التساهل فيها. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيانة الأمة من فساد الأخلاق، وفيه النهي عن التساهل في أمور الأخلاق، وأنه يجب أن تحسم المادة من أصلها ولا يتساهل فيها، لأنه إذا تسوهل فيها جرت إلى ما هو شر وإلى ما هو أعظم. وفي الحديث دليل على تحريم خلوة الرجل بالمرأة في أي مكان، لأن ذلك سبيل إلى وسوسة الشيطان وحضور الشيطان بينهم. أما إذا كانوا أكثر فإن الشيطان يبتعد عنهم، إذا وجد من تزول به الخلوة فإن الشيطان يبتعد ولا يكون له مجال. وثالثا فيه أن أقارب الزوج غير المحارم أنهم أشد خطرا، وفي هذا رد على الذين يتساهلون في أقارب الزوج ويقولون إن المرأة زوجة قريبهم فلا تحتجب عنهم
وتصافحهم وتأكل معهم على صحن واحد إلى غير ذلك. وقد وجد من يكره زوجته ويجبرها على أن تأكل مع الرجال وأن تصافحهم وأن تكشف وجهها وكفيها عندهم، ويقول هذا من صلة الرحم. والشيطان وش يسوي؟ يقول هذا من صلة الرحم، أنت تريدين أنك تقطعين أرحامي، فيقول هذا من صلة الرحم. وفي الحقيقة أن هذه هي قطيعة الرحم، لأن معصية الله جل وعلا هي قطيعة الرحم. نعم. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: الحم أخو الزوج، وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. هذا تفسير للحم، أنه قريب الزوج، لكن يستثنى من هذا من كان محرما للمرأة كأبيه أبي الزوج أو ابنه، ولا يبدي زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، هؤلاء محارم. نعم. أحسن الله إليك. باب الصداق. نعم، الصداق من حقوق الزواج، الصداق من حقوق الزواج، وهو ما يبذل للمرأة في مقابل الاستمتاع بها، وهذا من تعظيم النكاح ومن تعظيم قدر المرأة وأنها لها حرمة، فلا تستباح إلا بصداق. قال الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الصداق واجب في النكاح بالكتاب والسنة، الكتاب كما في هذه الآية، والسنة كما في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق نساءه وأصدقت بناته صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الصداق. والإجماع، أجمع أهل العلم على وجوب الصداق في النكاح، سواء سمي أو لم يسمى، فإن سمي حصل المقصود، وإن لم يسمى فلها مهر المثل، لها مهر المثل، فلا زواج بدون صداق، سواء سمي في العقد أو لم يسمى. نعم. والحكمة فيه أن فيه إكراما للمرأة، وأنه في مقابل الاستمتاع. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. نعم، صفية هي صفية بنت حيي بن أخطب، ومن زعماء اليهود المعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد العداوة. ولما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، حاصر اليهود ونصره الله عليهم، كان في من قتل منهم حيي بن أخطب، وبنته صفية وقعت في السبي، فكانت من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إنها وقعت في سهم أحد الصحابة فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أنها صارت من سهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صارت مملوكة للسبي. فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، فهذا فيه دليل على مشروعية الصداق، وأنه لا نكاح إلا بصداق. وفيه دليل على أن الصداق يكون مالاً ويكون منفعة، ومن ذلك العتق، فإنه منفعة عظيمة فيكون صداقاً. فالصداق هو ما ينتفع به، سواء كان مالاً أو كان منفعة، كتعليم القرآن أو تعليم المهنة أو الحرفة، أو كان أجرة بأن الزوج يؤجر نفسه ويجعل أجرته صداقا للمرأة، كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام مع
الرجل مدين، فإنه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني على أن ترعى الغنم 8 سنين. الحجج جمع حجة وهي السنة، على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فدل على أن الصداق قد يكون منفعة، قد يكون منفعة، منها العتق كما في هذا الحديث، جعل عتقها صداقها. نعم. أحسن الله إليك. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس غير هذا. قال ما أجد. قال فالتمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. نعم. في هذا الحديث أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عرضت نفسها للنبي يتزوجها لتكون من أمهات المؤمنين لأجل أن تنال هذا الشرف العظيم. فهذا فيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على تزوج الرجل، ويجوز لوليها أن يخطب لها الكفء الصالح لها، ما هو بلازم أنه يجيك أحد يخطب ولا تقول ما جانا أحد، بل أنك أنت تلتمس لها، تلتمس لموليتك من يصلح لها وتقول أزوجك فلانة، تعرض عليه هذا، أو هي تعرض نفسها على من ترغب فيه أن يتزوجها، وليس في هذا بأس. وهبت نفسها للنبي، وهذا كما في القرآن وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من دون ولي، لأنه ولي المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الولي، لا بد من الولي، فإذا رغب فيها فإن وليها يحضر يعقد لها، فإن لم يكن لها ولي فإن الحاكم يزوجها لولايته عليها. وإذا كانوا في بلد غير إسلامي وهم أقلية مسلمة ولهم رئيس مركز مثلا، فهو يقوم مقام ولي الأمر، يزوج من لا ولي لها، لأنه يقوم مقام ولي الأمر، فيزوج المسلمات اللاتي ليس لهن أولياء، أو أسلمنا وأولياؤهن كفار، فإن رئيس المركز المسلم يزوج النساء، لأنه يقوم مقام ولي أمر المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وهبت نفسها له نظر إليها، فهذا فيه دليل على أن الخاطب ينظر إلى المخطوبة، فإن رغب فيها تزوجها، وإن لم يرى فيها تركها. ولذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم النظر، أو رخص النظر إلى المخطوبة أن ينظر منها ما يدعوه إلى الرغبة فيها من وجهها وكفيها ورأسها، شعر رأسها، فإذا رغب فيها مضى وتزوجها، وإن لم يرغب فيها تركها، بدون أنه يقول ما تصلح أو فيها كذا أو فيها، لأن هذا ما يجوز، يتركها ويسكت. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مالي فيك رغبة، لأن هذا يجرح نفسها ويكدر عليها، لا سيما وهذا من الرسول يقول ليس لي رغبة فيك، يكون له أثر سيء على المرء. النبي سكت عليه الصلاة والسلام، سكت ولم يبدي شيئا، وهذا فيه دليل على أن الخاطب إذا نظر إلى المرأة ولم تصلح له فإنه يسكت ولا يقول شيء،
ولا يحدث الناس يقول والله شفته ولا تصلح أبد وفيها كذا وفيها كذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل يكتم ويسكت. ربما أنها لا تصلح لك لكن تصلح لغيرك، فعليك بالستر والصمت. فقام رجل من الحاضرين فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن في لك فيها رغبة. هذا كما ذكرنا أن الرسول له صلاحية عليه الصلاة والسلام أنه يزوج المسلمات، يزوج المسلمات، زوجنيها إن لم تكن يكن لك فيها رغبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه الصداق، دل هذا الشاهد من الحديث أن الزواج لا بد فيه من صداق، طلب منه الصداق، وكان رجلا فقيرا ما عنده شيء. قال: ليس معي إلا إزاري، حتى الرداء ما معه رداء من فقره، ما عليه إلا إزار. فقال: ما تفعل بإزار؟ إن أعطيتها إياه بقيت بدون إزار. فهذا فيه دليل على أن الإنسان يبدأ بحاجة نفسه، يبدأ بحاجة نفسه. فقال: ليس عندي إلا إزار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإزار ما يصلح، لأنه إذا أعطيتها إياه بقيت بدون إزار، وهذا فيه ضرر عليك. فجلس الرجل لا يدري ماذا يفعل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، اذهب والتمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل وجاء ولم يجد شيئا، فدل على أن الصداق يجوز أن يكون أقل شيء مما يتمول وينتفع به، ولو خاتم من حديد، ولو خاتما من حديد. وفي دليل على جواز لبس الخاتم من الحديد ولو كرهه بعض العلماء، لكن الحديث يدل على جوازه، لأنه لو كان مكروها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو خاتما من حديد. لكن قد يقول بعض العلماء إن الكراهة تزول عند الحاجة، الخاتم من الحديد مكروه لكن تزول الكراهة عند الحاجة إليه، وهذه حاجة. التمس ولو خاتما من حديد، هذا فيه دليل على أن الصداق لا يتحدد بحد، بل كل ما ينتفع به ولو قليلا يكون صداقا، كالخاتم، كالنعلين، وكالقبضة من التمر، أو القبضة من الشعير، أو من الطعام، أو الثوب، أو ما أشبه ذلك. المهم أن يكون شيئا ينتفع به ولو قليلا، كما أنه لا حد لأعلى المهر، فالمهر لا حد لأقله ولا حد لأعلاه، ولكن ينبغي عدم المغالاة في المهور، ينبغي التيسير في المهور. قوله صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. فينبغي التيسير في المهور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر على الذي تزوج بخمس أواقم من الذهب، قال: كأنما تنحتون الذهب من هذا الجبل، استنكر عليه. فدل على أنه ينبغي تيسير المهور وعدم المغالاة فيها، لأن ذلك أدعى للمودة بين الزوجين. أما إذا كان المهر مرتفعا فإن الزوج لا يزال يذكر هذا، وإذا حصل منها أي خلل فإنه يكرهها، لأنها كلفته مهرا كثيرا وصار منها ما صار. فأما إذا كان المهر يسيرا فإن هذا سبب لتغاضيه عنها وسماحه عنها. جاء في الحديث أنه يقول: كلفت فيك حتى علق القربة، يعني أنه كلف مهرا كثيرا. فتيسير المهور أدعى للوفاق بين الزوجين، ورفع المهور يكون سببا للكراهية، كراهية الزوج لزوجته ومؤاخذتها على أدنى تقصير، على أدنى تقصير. وفيه دليل على أن المهر يكون منفعة، كما يكون مالا يكون منفعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل بما معه من القرآن، يعني يعلمها إياه،
يعلمها ما يحفظ من القرآن، هذه منفعة عظيمة. نعم، فلا يتعين أن يكون الصداق مالا، قد يكون منفعة تعليم علم أو تعليم مهنة أو قيام بعمل كما فعل موسى عليه السلام أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله ردع زعفران ردع أحسن الله إليك وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم. نعم. فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك، أولم ولو بشاة. نعم. وهذا الحديث أيضا من أدلة الصداق، وفيه زيادة وهي مشروعية الوليمة على الصداق. عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل وأحد أثرياء الصحابة، وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ردعا، يعني نقاط من الزعفران، وهذا لا يليق بالرجال أنهم يصبغون بالزعفران ثيابهم. كان ينكر صلى الله عليه وسلم لبس المعصفر والمزافر للرجال، فقال له مهيم، كلمة استنكار، كلمة استفهام استنكاري، كلمة استفهام استنكاري، مهيم يعني ما السبب في هذا؟ فبين له رضي الله عنه أنه تزوج امرأة، ومعلوم أن الزوج أول ما يدخل على المرأة أنه يصيبه شيء من طيبها، من الطيب الذي تتطيب به، يقع على ثيابها وعلى بدنه، يكون عليه صفرة أو غير ذلك، فهذا شيء جرت به العادة. وعبد الرحمن لم يقصد هذا، وإنما سببه مخالطة الزوجة الجديدة، فزال استغراب النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف السبب، فقال كم أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. وزن نواة التمر معروفة من الذهب، وفي رواية 5 دراهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك، هذا فيه أنه يدعى للمتزوج بالبركة. أولم أي اصنع وليمة ولو بشاة، ولو شاة واحدة، وهذا للتقليل، هذا للتقليل، فأقل الوليمة أن تكون شاة أو تكون أكثر من شاة، لكن لا تصل إلى حد الإسراف والتبذير، وإنما تكون بقدر ما يؤكل يأكله الحاضرون، ولا يطرح في الزبالات كما يفعله المسرفون الآن، وإنما تكون الوليمة في حدود الحاجة، فإن كان الحاضرون قليلين يقلل الوليمة بقدرهم، وإن كان الحاضرون كثيرين فيعمل من الوليمة ما يكفيه، هذا هو العدل. أما أن يصنع طعاماً كثيراً أكثر من حاجة الحاضرين بأضعاف مضاعفة بقصد الرياء والمباهات، يذبح 50 من الغنم أو 10 من الإبل أو غير ذلك ويصنع الأطعمة، أو يستأجر الفندق المكلف الباهظ، فهذا من الإسراف والتبذير، ولا يجوز هذا العمل، وهذا يشوه الزواج، هذا في الحقيقة يشوه الزواج، ويحمل الآخرين ما لا يستطيعون، لأن الناس يقلد بعضهم بعضا، فالناس يعملون مثل هذا، ولا يقولوا ما احنا مزوجينك، تبي تعمل مثل فلان ولا ما احنا مزوجينك، تبي تاخذ فندق 10 نجوم او 100 نجمة او ما ادري كم، ولا ما احنا مزوجينك، مثل فلان مش حيثنا، ولو سكت الرجال لقالت النساء، فهذا لا يجوز، هذا إسراف ولا يجوز هذا العمل أبدا. خير الأمور أوسطها، هذا هو المطلوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في وليمته
إن أحيانا يكون فيها لحم وأحيانا تكون خبزا وأدما وسمنا، ما كان يتكلف صلى الله عليه وسلم شيئا معدوما ولا يمنع شيئا موجودا، بل كان يبذل الموجود عليه الصلاة والسلام. إنما لا يخلو الزواج من وليمة، لأن هذا من إعلان النكاح، والنكاح يعلن ولا يكون سرا، لأنه إذا أسر النكاح صار شبيها بالزنا وصار محل اتهام، فلا بد من إعلانه أولا بالولي والشاهدين عند العقد، هذا من الإعلان، ولي وشاهدين هذا من الإعلان. ثانيا ضرب الدف من النساء عليه هذا من الإعلان، وثالثا عمل الوليمة، هذا كله من إعلان النكاح، قوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال، في رواية بالدف. فمطلوب إعلان النكاح، ولا يجوز كتمان النكاح وإسراره، لأن هذا يشبه الزنا أو يكون محل تهمة من الناس، لأنهم ما عرفوا أن فلان متزوج أن فلانة ورأوه يدخل عليها يكون محل تهمة، وربما يؤخذ للحسبة ويناقش لأنه لم يعلن النكاح، هو الذي جنى على نفسه. فهذا الحديث فيه فوائد، أولا فيه أنه لا يجوز للرجل أن يلبس المعصفر والمزعفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغرب من عبد الرحمن بن عوف هذا الشيء. ثانيا أنه إذا كان هذا ليس من قبل الإنسان وإنما هو بسبب مخالطة الزواج والمرأة لا بأس بذلك. ثالثا فيه الحث على الصداق، قوله كم أصدقتها، أخبره أنه أصدقها قليلا، ما مع أنه غني وثري رضي الله عنه، أصدقها وزن نواة من الذهب، ففيه دليل على تيسير المهور. رابعا فيه دليل على مشروعية الوليمة النكاح. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. كتاب الطلاق. نعم. أسئلة. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل دعاء الجماع خاص بالزوج؟ وهل إذا قالته الزوجة دون الزوج يحصل به المقصود؟ الحديث وارد في حق الزوج، وارد في حق الزوجة، هو الذي يقول باسمه، وإذا قاله كفى عن المرأة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كنت في الدور الثاني والخادمة في الدور الأول وقفلت الباب الذي بيننا، فهل تعتبر هذه خلوة؟ نعم، ما دمتم في مبنى واحد ومدخله واحد ولو كان أقساما فإن هذا من الخلوة، أما لو كانت في بيت آخر ولها مدخل آخر ومغلقة الباب اللي بينها وبينك، مع أن الباب أيضا لا يكفي، قد يكون أنه يفتح، فالحاصل أنه تكون في بيت وأنت في بيت، ولا تكونان في بيت واحد أو في شقق مدخلها واحد. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل تزوج امرأة وهذه المرأة، إذا كانت الشقق خاصة بصاحب البيت، أما إذا كانت الشقق في عمارة كبيرة ويسكن فيها الناس، هذه بمثابة البيوت المتعددة، إذا كانت عمارة كبيرة ويسكن فيها العادة يسكن فيها الناس في هذه الشقق، هذه بمثابة البيوت المتعددة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل تزوج امرأة وهذه المرأة هي بسن أحد أولاده، أي مساوية لعمر ولده، فهل يجوز للمرأة أن تكشف لابن زوجها الذي هو بسنها أم لا؟ كل واحد تكشف لابن زوجها سواء كان في سنها أو أكبر منها أو أصغر منها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل العدل في النفقة أن يعطي كل زوجة وأولادها بالتساوي، أم يعطي كل زوجة وأولادها حسب الحاجة؟
النفقة بحسب الحاجة، يعطي كل امرأة ما يكفيها، يعطي كل امرأة ما يكفيها، والنساء يختلفن في ذلك، فإذا أعطى كل امرأة ما يكفيها فقد عدل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يقصد بالعدل في المبيت العدل في الجماع؟ هذا لا يملكه الزوجة، لكن العدل في المبيت أن يبيت في بيتها وعندها، أن يبيت عندها وفي بيتها، هذا هو المطلوب، أما الجماع هذا ليس باختياري. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز دخول الصبي غير البالغ على النساء؟ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء؟ نعم يجوز. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: لدينا خادمة وأحياناً يخرج أهلي ويتركونها في البيت وحدها. نعم. يقول: لدينا خادمة وأحياناً يخرج أهلي ويتركونها في البيت وحدها، وأنا موجود بالبيت وهم يأمنونني على هذه الخادمة، لعلمهم أني مشغول عنها، فما تقولون في هذا؟ نقول لك: لا يجوز هذا، لا تخلو بامرأة خادمة أو غيرها، ولست مأمونا. اللي يقول أنا مأمون هذا ما هو صحيح، الشيطان يحضر وتزول الأمانة إلا كان ثالثهما الشيطان. ما ظنك باثنين الشيطان هو الثالث؟ فلا تأمن نفسك. يقول بعض السلف من الأئمة يقول: ائتمني على كنوز الذهب والفضة ولا تأتمني على أمة سوداء. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل إذا صعدت المرأة في المصعد؟ نعم. يقول: هل إذا صعدت المرأة في المصعد وبه ثلاثة رجال يعتبر ذلك خلوة؟ لا، ما داموا ثلاثة رجال، أما رجل وامرأة فقط هذه خلوة، أما إذا كانوا أكثر من رجل فلا، زالت الخلوة، إلا إذا كان هؤلاء الرجال محل ريبة فلا يجوز أن تصعد معهم، إذا كانوا أهل فسق ومحل ريبة فلا تصعد معهم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: لو أراد الرجل أن يبيت عند كل امرأة من نسائه سبعة أيام فهل يجوز ذلك؟ إذا رضينا بذلك فلا بأس. نعم. فالحق لهن في هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يذكر اسم الله عند الوط أو عند الملاعبة فقط قبل الوط؟ حين يأتي أهله وكل يعرف هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما الفرق بين زواج الرغبة والتحليل؟ التحليل ما له فيها رغبة ولا يريدها زوجه، إنما يتحيل على إرجاعها للأول. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز تأجير الصداق ودفعه على أقساط مؤجلة؟ نعم، الصداق يجوز أن يدفع مرة واحدة، ويجوز أن يدفع على أقساط أو على قسطين، أو يكون منه مقدم ومنه مؤخر، لا بأس بذلك. نعم. لكن لا بد من أدائه، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لا بد من أداء إلا إذا سمحت، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، إذا سمحت فلا بأس. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل ركوب المرأة مع سائق الليموزين في مدينة الرياض هل هذا خلوة، علما بأن الطريق يوجد فيه سيارات وليس الطريق من العمل إلى البيت خالياً من السيارات والمشاة؟ لا تركب المرأة مع الليموزين ولا مع غيره ممن ليس محرماً، وليس في السيارة إلا رجل وامرأة لا تحل له، لا يجوز، لا في الرياض ولا في غيره، ولا في الأسواق اللي فيها سيارات ولا في غيره، لأن وإن كان الناس في الشوارع والسيارات، من الذي يدري عن الشيء الذي يدور بين الرجل والمرأة في السيارة؟ من يدري؟ ومن يملك السائق لو أنه هم بالمرأة، من يملكه ويخلص المرأة منه والمقود بيده والسيارة بيده؟ أما قرأتم الخبر اللي نشر في أحد الجرائد أن امرأة في الطائف ركبت مع سائق ليموزين، ولما هم بها في أثناء المشي
وحاولت أن ترده أبى، فألقت بنفسها من السيارة، ألقت بنفسها على الرصيف والسيارة تمشي، فأصيبت المرأة. هذا دليل على أنه لا يؤمن الرجل على المرأة. وفي السيارة أشد، لأن السيارة بيده، لو أراد سوءا من يخلص المرأة منه؟ نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف نرد على من يحتج بحديث الفضل بن العباس وكذلك حديث الخثعمية على جواز كشف المرأة لوجهها؟ أما حديث الخثعمية فهذا قبل الأمر بالحجاب، كانت النساء في الأول، في أول الإسلام، يكشفن وجوههن، ثم فرض الحجاب، فرض الحجاب بعد ذلك. فحديث الخثعمية محمول على أنه كان قبل الأمر بالحجاب. وأما حديث الفضل بن العباس فليس فيه أن المرأة كانت كاشفة لوجهها، وإنما أصحاب الأهواء هم الذين يحاولون أن يكون وجهها مكشوفا ولو بالغصب، ما هو مكشوف، ما في الحديث دليل على هذا. والعباس ينظر إلى المرأة، ينظر إلى جسمها، ينظر إلى جسمها وحسن مقاطعها، وليس فيه أنه ينظر إلى وجهها. لكن هؤلاء يتعلقون بخيط العنكبوت. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو العمر الذي يحصل به انتفاء الخلوة؟ العمر، يعني العمر الذي يحصل به انتفاء الخلوة البلوغ. إذا كان معهما من هو بالغ من رجل أو امرأة زالت الخلوة، أما الصغير الذي دون البلوغ فلا يزول به الخلوة. وكذلك غير العاقل المجنون أو المعتوه لا تزول به الخلوة، لا بد أن يكون بالغا عاقلا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أنا شاب من عائلة معروفة وأرغب بالزواج من امرأة لقيطة، ووالدتي معارضة على هذا الزواج لأنها لقيطة، فما رأيكم في هذا؟ وهل يلزم طاعة والدتي؟ نعم، الحق مع والدتك، لأن هذه ما يدرى عنها ولا عن نسبها، ربما تؤثر على أولادك، ربما تؤثر على ذريتك، فوالدتك معها الصواب في هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ينادي بعض الكتاب وغيرهم بتحرير المرأة واختلاطها مع الرجال الأجانب، فهذا شيء غير مستغرب، ولكن للأسف نسمع من بعض أهل العلم من يقول بجواز سفر المرأة بدون محرم في الطائرة، وكذلك القول بكشف الوجه عند الرجال الأجانب، ويقول إن المسألة خلافية، فما التوجيه حيال ذلك؟ نحن قلنا لكم أكثر من مرة، ما هي بالعبرة بالأقوال والاختلاف، العبرة بالدليل، والدليل مع من يقول بوجوب الحجاب وستر وجه المرأة، هذا اللي معه الدليل، وهذا الذي يؤخذ بقوله من كان معه الدليل. أما من لم يكن لديه دليل فإننا نرفض قوله، لكن صاحب الهوى يدور ما يوافق هواه، ولو خالف الدليل ما يبالي بهذا، لأنه صاحب هوى، ما هو صاحب يطلب الحق، إنما يطلب ما يوافق هواه. أما الذي يطلب الحق فهذا إذا تبين له الدليل اقتنع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لكن هؤلاء قل خوف الله في قلوبهم وصار عندهم أهواء، فصاروا يتلمسون الخلاف والأقوال، وليت شرهم يقتصر عليهم، بل إنهم يضلون غيرهم ويلبسون على غيرهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أعمل في المجال الطبي في إحدى المستشفيات، ومما لا يخفاكم اختلاط النساء بالرجال والخلوة، وسؤالي: هل أكون عاصيا إذا حدث خلوة بيني وبين أحد الموظفات، علما أن عملي أحيانا يلزم ذلك، فكيف أفعل؟ ما الذي يعفيك من هذا؟ حرام عليك هذا، حرام عليك هذا. العمل اللي فيه اختلاط ابتعد عنه، التمس عملا آخر، والله جل وعلا قد وسع الأرزاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب،
ومجالات الأرزاق كثيرة ومجالات العمل كثيرة، فاطلب عملا ليس فيه اختلاط ولا خلوة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل تزوج بكرا وبعد 5 أيام ذهب إلى الحج، هل فعله صحيح؟ يعني ما أقام عندها 7؟ لا، ما هو صحيح. إذا تزوج بكرا يقيم عندها 7 كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها يذهب إلى الحج إن شاء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في هذه العبارة: المسلمون والمسيحيون إخوة في العالم العربي، والعبادات كلها لرب واحد؟ هذا كلام باطل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يستوي المسلم والكافر أبدا، واللي يسوي بينهم هو كافر مثلهم. اللي يقول الإسلام والكفر سواء هذا كافر، لأنه لم ينكر الكفر بل أقره وجعله مثل الإسلام والعياذ بالله. فإن كان يعلم ما يقول ويتعمد هذا الشيء فهو كافر، وإن كان جاهلا يجب عليه السكوت وأن يتعلم قبل أن يتكلم في هذه الأمور الخطيرة. فالإسلام لا يعادل بأي دين على وجه الأرض، لا اليهودية ولا النصرانية ولا غيرها. ما في دين صحيح إلا دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ووجب على العالم كلهم أن يتبعوه، فمن لم يتبعه فهو كافر.